أمسية للرسم. رح نرسم خطوة بخطوة مع جروب من صديقاتي. رح أخذكم وياي بهذا المشوار وأراويكم شنو التجهيزات والتحضيرات إلى الستاب للطاولة مال الرسم والستاب للطاولة مال الأكل. أتمنى أن يكون فيديو ممتع وخفيف الظل عليكم. حبيت هذه الأضوية تضيف الجو. الزرعات جاهزين ينطوا حياة للمكان. فرشة البلاستيك الشفاف على متحافة على الطاولة البيضاء. بس أتصور ما تكفي هذه الطاولة، رح أحتاج طاولة ثانية. نجيب الطاولة الثانية لأنه مثل ما قلت لكم طاولة واحدة يجوز ما تكفي، فهي الطاولة الثانية وأيضا حطيت عليها البلاستيك. كلش أحب لما أختار قطعة أستعملها تكون القطعة رسم إيدي. أفضل شيء بالنسبة لأمسية الرسم أستعمل الألوان اللي أساسها مائي. أهم شيء أحضر الألوان الأساسية الثلاثة اللي هي الأحمر والأصفر والأزرق. الآن نفكر شنو نريد نرسم. رح نرسم وردات بداخل المزهرية أو الفازة. رح أحضر أكثر من تصميم وأشوف ياهو أختار. صح، هاي الخيار الأول وهاي هاي الخيار الثاني. شو تقولي ياهو أحلى ياهو أسهل شغلها؟ يا ترى هما شنو راح يحبون؟ أنا حبيت هاي أكثر. مرات نقدر نأخذ شوي من هاي وشوي من هاي، المهم الفكرة. الفكرة هي الوردات مع المزهرية مالتهم أو الفازة. خليني أشوف شنو أقدر أسوي. رح نحتاج ورقة الكربون. ما رح أخططها بإيدي، خططتها باستعمال ورقة الكربون على مود أضمن نفس النتيجة. ولازم أسألهم أول، تحبون أخططها إلكم ولا تحبون أنتوا تبلشون من الصفر؟ لما سألت الجروب اللي راح يجي يشتغل وياي قالوا لي أرجوك خططيها أنتي أفضل، فلهذا لجأت لورقة الكربون وخططتهم كليتهم. طبعا كلش أحب فكرة إنه يجوا عندي ناس أستعمل أشياء أنا مشتغلتها أوريدي. مثلا هاي القطعة الحلوة هاي راح تحمل الحمص. بهالشكل بسهولة كل واحدة من الضيوف تاخذ النابكن مالتها. قطعة حلوة. اي اشياء لها علاقة بعياد الميلاد احاول استعملها. حابة استعمل هذا الصحن للتقديم مال الأكل. هنا عدنا رسم على الخشب، بعدين طليتها بطبقة من الرزن أو الإيبوكسي فتحسيها مثل الزجاج. أشياء لها علاقة بعيد الميلاد. ورح نستعمل باكيت المحارم هذا
هي الشناشيل البغدادية ووجه الإمرأة البغدادية. أنا ودا أشتغل بالمرسم ودا أحضر وأجهز مرة وغزالات بشارعنا، وحاولت أخذ لهم هذا الفيديو الصغير. سبحان الله كأنه يريدون يكونون بالفيديو. اتفقدت الزرعات وسقيتهم ولمعت أوراقهم وكأنهم فرحانين بالضيوف اللي رح يجونا. تقريبا الآن كملت الستاب، تقريبا بديت أفكر لازم أسوي فد عينة أو سامبل صغير، لوحة صغيرة بقد كف الإيد، وأشتغل بيها وأمرن إيدي على التخطيط والتلوين قبل لا يوصلون الضيوف. لازم أكون متمكنة من أمري، يعني بالضبط مثل اللي عنده امتحان لازم يدرس ويجهز نفسه للامتحان. هي كل بينت نايت، كل أمسية رسم هو امتحان كبير إلي، يعني على قولة الأجانب يسموها بيك تشالنج، بس إن شاء الله أكون قدها. فبديت أخطط وبعد شوي رح ألونها. غسلت الفرش ونقعتها شوي بالمي على مود تطرى، ورح أبدي بعملية التلوين. بهذا الفيديو ما رح أركز على شغلي أنا وتلويني، هو مجرد براكتس إلي أمرن إيدي على الألوان وشلون أطلع ألوان من هذه الألوان وشلون أشتغل بيها وشلون أوزع الألوان، ويا لون ألون الفازة ويا لون ألون الوردات وهكذا. طبعاً حسيت شوية الغرفة صارت ضيقة، فشلت هاي الطاولة حطيتها على، حاولت أرتب المكان بحدود الموجود والممكن. إذا مكانكم ضيق وما عندكم مجال غير بس للطاولة يا دوب، ممكن نستعمل هاي الأفكار. كنت حريصة جدا أحضر على الأقل قياسين من الفرش لكل مشترك بالبينت نايت، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. وفعلا وزعت الفرش، وزعت كاسات بها مي لغسل الفرش. الآن رح نشتغل شوية
بالسناك ونفكر شنو نقدر نقدم شغلات بسيطة وطيبة ويا البينت نايت. يعني ما راح ترهم أطبخ برياني أو دولمة أو هاي أكلاتنا العراقية الغنية، لا، لازم نسوي شغلات يسموها الفينجر فود، أشياء بسيطة، تبولة، هذه الشيبس، الجبن، المرتديلا، أشياء هيك يعني سناكات باردة. راح استعمل هذا الصحن، اشتغلته مرة بفيديو وياكم شلون رسمنا على الصحون البيضة، راح استعمله اليوم. الآن جولة سريعة جدا لما يدور بالمطبخ. هذه كاسات للسويت للحلو، هذا المخلل والطرشي والزيتون. هنا راح نحضر سندويشات شاورما وبالخبز الصحي. هنا زبدة وثوم، راح ندهن وجه هذا التوست أو الخبز. هنا دا حضر السوشي ودا أنثر عليه المكرمل، البصل المكرمل، وهاي الصوصات مالته. بس أتصور الطعم كان تحفة. هنا الفن والإبداع، هنا قطع المرتديلا الحلال، اللحم المدخن وقطع المرتديلا، وسويت لكم هذا البورد لوحة فنية وطلع كلش حلو. 5 أنواع جبن، شوية عنب، شوية كراكرز، هيجي يعني. طبعا قهوتنا العربية كانت منورة، والترمس اشتغلناه بالحروف العربية بواحد من الفيديوهات على قناتي. الآن جهزت حالي، حطيت شوية ميك اب، الاستيكان مال وجه المرأة العراقي جاهز، التبولة جاهزة، السويت جاهز. أهم شي يريح الأعصاب بالشتاء عندنا هو شراب التفاح بالقرفة، وهذا يكون ساخن ويعني يدفي، ينطيك طاقة إيجابية ويريح الدماغ والأعصاب. كنت كلش محتاجته لهذا الكوب، والآن أي دقيقة يوصلون البنات وأني جدا متحمسة، وإن شاء الله تطلع بينت نايت حلوة يا رب. حضرنا شوية صوصات ياكلوها مع الشيبس. حضرت الأفوكادو بالبيت والساور كريم، اشتريتها علبة جاهزة من وول مارت، والشيبس والجبنة والفلفل الحار والزيتون دخل الفرن وطلع جاهز، وبدت الطاولة مالتنا تكون كولورفول وملونة كل الألوان، والريحة مالت المرسم طلعت تخبل. اجا صحن الشاورما جاهز، الشاورما عملناها بالبيت بخبز القمح الصحي. دا حاول أغطي كل شي تقريبا على مود أوثق لكم الأحداث. وصلوا البنات واتونسنا ورسمنا، واحتراما لخصوصية المشاركات بالبينت نايت ما رح تظهر الوجوه، رغم انه هم ما كان عندهم مانع، بس كمان احتراما لخصوصية الليديز اللي كانوا مشاركين ويايا. اتونسنا كلش هواية، وكانت ريحة ورد وريحة طبخات حلوة وريحة الألوان ممزوجة ببعض، وأكفد روح حلوة صارت بالمرسم، وكانت النتيجة رائعة. خلصت البينت نايت لهذا اليوم، وكانت جدا مميزة، وكانت فد متنفس إلنا للنساء المغتربات في كندا، اتدفينا بيها من برد الشتاء وتونسنا بأخبار بعض ورسمنا ونطينا طاقة إيجابية حلوة لبعض. وأتمنى دايما ننجمع بالأفراح يا رب.